إلى الفقرة التالية، معاش الناس. يمكن يكون في الأيام المقبلة سيطل علينا عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمنى والبركات. يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم جميعا عيد الأضحى بفرحة العيد. بالتأكيد يعني هي بترتبط بالأضحية، ويمكن يكون دائما في خلال الأيام اللي بتسبق عيد الأضحى بيكون في ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي. المساحة التالية تسلط الضوء على الوضع العام وأسعار الخراف وأنواعها. معنا عبر الهاتف تاجر المواشي الأستاذ محمود العاقب. محمود، محمود صباح الخير عليك. صباح النور أستاذ، عن المشاهدين كيف الأحوال؟ كيف أصبحت؟ تمام؟ الحمد لله الحمد لله. بداية كده، أسعار الخراف بأنواعه يعني في الأيام دي تحديدا وفي يعني الأيام القادمة كده وصولا لعيد الأضحى. والله الأيام دي هي يعني الوارد وصل بكميات، لكن صراحة ما في بتناول. الأسعار كيف يا محمود؟ الأسعار ما في بتناول، الأسعار على حسب أنواع الخرفان ذات. يعني عندنا نوعين، في الخرفان اللي تكون فاتحة الخلاء اللي هو بتحتاج الشاشة، دي متوفرة حاليا في الأسواق، واللي هو كل عامة المواطنين بيشتروا منها. يعني تقريبا كذا يمكن يكون الـ يعني متوسط احجام الخراف كذا حوالي 30 كيلو 35 كيلو 40 كيلو، يعني اسعاره بتكون حوالي كم؟ اسعار الاقوال احجامها في حدود ال 25 ل 30 كيلو. في الاحجام بتاعته، في احجام اقل وفي احجام اكبر. الاسعار يا محمود، انت الاسعار دي ما عاوز تقولها لنا ولا شنو؟ ما في اي سعر؟ الاسعار عموما من 80 ل 140. من 80 ل 140 بنية للخرفان المقفوله او بيقولوا عليها بتاعت البيوت الدرايف، دي الخرفان المتعوب عليه، دي اسعارها بتكون كم؟ دي اسعارها بتبدا معك من 140. طيب الرقم الهاتف انه يكون في زياده فيه في عيد الاضحى؟ ما الشبكه ما يعني حيكون في الارقام دي حتزيد يا محمود اكثر في عيد الاضحى، يعني قبل مثلا في يوم الوقفه او في اول ايام عيد الاضحى، يعني الاسعار دي حتزيد؟ والله ما معروفه، مربوطه بحركه السوق الشرائيه. يعني حاليا السوق هو ركود، ما في شراء. لانه غلاء الاسعار، يعني لقدام ما معروفه هل هي حتزيد ولا حتنقص، ده حاجه في علم الغيب. طيب وبتتحكم فيها الحركه بتاعت الوارد، هل هي كثيره بسيطه، طرق النقل بتاعتها انها تصل الخصوم كيف، دي كلها بتتحكم في اسعار الاضاحي. محمود شكرا لك كثير وصباح الخير عليك مره ثانيه. شكرا جزيلا.